السلام عليكم. مفوضية بلا وظيفة، هكذا توصف المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بل أن البعض يتهمها بأنها زائدة عن الحاجة وتثقل كاهل الدولة العراقية. ما هي الملفات التي تضطلع هذه المفوضية لمراقبتها أو رصدها؟ وما هي المنجزات التي تحققت ونحن ندخل في الدورة الثانية لهذه المفوضية؟ هذه المحاور وسواها سأناقشها مع ضيفي لحلقة هذه الليلة، والذي سنتعرف عليه بعد أن نشاهد هذا التقرير. كغيرها من الهيئات التي يفترض أن تكون مستقلة ضمن هيكلية الدولة العراقية، عانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من الجدل الذي أحاط بحقيقة استقلالية أعضائها وحصانتهم من التأثيرات السياسية، وسط شكوك عبرت عنها أطرافا مختلفة. ولم يقف الجدل عند حد استقلالية هذه المفوضية، بل امتد ليشمل الجدوى من إنشاء هيئة جديدة تضاف إلى الهيئة التي تثقل كاهل الدولة العراقية بأعباء مالية إضافية ولا تقدم مقابلا يستحق عناء هذه التكاليف. ومع هذا لم يمنع جدل الاستقلالية والجدوى مفوضية حقوق الإنسان من البحث عن مكان لها وسط خارطة التقاطعات السياسية في البلاد، إذ حرصت على الحضور في مناسبات عدة، أبرزها ملف اعتقال وحبس الناشط المدني في السماوة باسم خشان، الذي تحول إلى قضية رأي عام وحرك الشارع العراقي، الذي نزل في تظاهرات حاشدة ضد ما وصفها بالإجراءات التعسفية بحق النشطاء. وبحسب المراقبين فإن مفوضية حقوق الإنسان بحاجة إلى إثبات حسن نواياها للنشطاء العراقيين في الداخل ولشركائها في الخارج، فيما يتصل بخططها في ملف حساس للغاية، عادة ما تتقاطع خيوطها مع إجراءات حكومية تبدو مبررة في بلد مثل العراق. فهل ستكسب الرهان؟ من جديد أرحب بكم مشاهدينا الأحبة. أيضا ضيفي لحلقة هذه الليلة السيدة فاتن الحلفي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان. مرحبا بحضرتك سيدة فاتن. أهلا وسهلا، شرفنا بحضورك. كان عندك اعتراض على ما قلته في المقدمة. نعم. مفوضية بلا وظيفة. نعم. ومع أنه أنا قلت توصف هكذا، مو أنا أتبنى هذه الفكرة. وصف مو دقيق. شلون مو دقيق؟ بدءا بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة بداية غير متوقعة من حضرتك، أنه يعني هذا وصف للمفوضية غير دقيق، أنه اتهام بأنها بلا وظيفة. لا، هذا الأمر غير صحيح. العملية المفوضية لديها مهام كثيرة وعمل كثير، وحققت إنجازات كثيرة في الدورة السابقة وحتى في الفترة الدورة الحالية التي نحن بها الآن، وليس بدأنا منذ 5 أشهر الآن. راح نحكي عن هذه الإنجازات والمنجزات اللي وجدت. خلينا نبدي مع ملف الناشط المدني باسم خشان. يبدو غريبا أن في بلد يقول أنه بلد ديمقراطي ويعتمد النظام النيابي والدستوري أيضا بسجين رأي، بالنتيجة هو قال رأي، بنى رأي وأودع في السجن لمدة 6 سنوات استنادا إلى مواد سابقة، يعني مواد في قوانين شرعت قبل التغيير أو قبل الدستور أصلا. بالبداية أريد أعرف شنو طبيعة هذا الملف. هو يقول أن السلطات بالسماوة أرادت أن تخرسه، أما السلطات يقولون أنه هو دي يبتز. الحقيقة ما بين هذا ممكن نعرفها شنو من عندكم في مفوضية؟ نعم، الحقيقة في قضية الناشط المدني باسم خزعل خشان، المفوضية طبعا علمت بموضوع المظاهرات اللي حدثت في محافظة المثنى، سارعنا طبعا إلى تشكيل وفد رسمي من أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان. أنا كنت واحدة من هؤلاء الأعضاء. توجهنا أنا والسادة المفوضين إلى محافظة المثنى للاطلاع على حقيقة الموضوع وما سبب هذه التظاهرات التي هزت المحافظة. تعلمون جيدا أن محافظة المثنى من المحافظات المستقرة نسبيا، وشيء يعني جديد عليها هكذا يعني تظاهرات بهذا الكم الهائل من الناس وناشطين المجتمع المدني وكذلك يعني من العشائر. وبالنسبة للأخ باسم من عشيرة لها ثقلها في المحافظة، حقيقة نحن زرنا جميع الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع. بدأ زيارتنا من محافظة المثنى، لم نلتقي بالسيد المحافظ، التقينا بنائب السيد المحافظ انشغاله هو رفض لا كان المستقبل. الرجل في مؤتمر خارج العراق،
مؤتمر رسمي مثل العراق. التقى بنا نائب المحافظ وكان الرجل إيجابي معنا جدا وشرح لنا تداعيات الموضوع. الحقيقة لا توجد هنالك قضايا مرفوعة من الناشط باسم خزعل على المحافظة كثيرة، لكن المحافظة وعن لسان النائب قال إن نحن لم نرد بالمثل ولم نرفع أي دعوة ضد هذا الرجل الناشط المدني. الموضوع كان عند مجلس المحافظة كما ذكرونا، فاتجهنا مجلس المحافظة. مع المحافظة ما رافع أي دعوة قضائية ضده، هو رافع عليهم على المحافظة أكثر من 64 دعوة أو زين. هكذا دعوة يعني للنزاهة. حسب الأخير هذا السلوك حضاري يعني مو طبعاً ما يلام عليه. بالمناسبة كل الجهات اللي زرناها أمانة الجميع يؤمن بحيادية القضاء واستقلاليته ومؤمن بأن هذه العملية شفافة ولا لم ينتقدها أي شخص من اللي زرناها. بالمقابل شنو الإجراء اللي اتخذ؟ بالمقابل اتجهنا مع السادة المفوضين اللي معي بالوفد، اتجهنا طبعا معلومة أحب أوضحها لحضرتك، عادة نحن كمفوضية عندما نرصد من خلال فرق رصدنا أي انتهاك لحقوق الإنسان في أي محافظة لأي شريحة لأي فرد لأي منظمة لأي تجمع، يشكل وفد من فرق الرصد الموجودة عندنا في مكاتب المحافظات 14 محافظة اللي لدينا سلطة ولائية فيها. لكن هذه القضية حقيقة والضجة الإعلامية اللي صارت بها يعني تبنينا هذا الموضوع نحن كمفوضين، وأصبح لدينا يعني إصرار أنه نذهب بنفسنا للتأكد من تداعيات القضية. جيد. المجلس المحافظة هنالك من قال أن هنالك جنبة سياسية، هنالك من قال أن هنالك وضع يعني خاص أخطر من جنبة سياسية، هو سجين رأي نعم. لا القضية أوضحها لحضرتك اللي رأيناه يعني كفريق. اتجهنا بعد ذلك إلى رئيس مجلس المحافظة، لم نجد الرجل، كان هم ظهر عندهم عطلة تشريعية، التقينا بنائب الرئيس. الرجل قال نعم نحن كمجلس محافظة رفعنا هذه الدعاوى عليه، وكان أعضاء اثنين من الحضور. شنو هالشكل الدعاوى؟ هو كان رافع عليهم 365 دعوة اتهام بالفساد. فساد. بالمناسبة هنالك دعاوى فعلا هذا الرجل حقق فيها يعني أرجع أموال للدولة، وهذا الشيء لا يعني ينكر وذكره كثيرين هناك. لكن بالتالي هو أيضا رافع عليهم مثل ما ذكرت لحضرتك، ولكن هم مش رافعين عليه دعوة. شنو الدعوة رافعها؟ مجلس محافظة إهانة مؤسسة الدولة. التشهير كان نعم على المادة 226 كان السلطات. هذه مادة بالمناسبة هذه مادة يعني من القانون يعني 69. السابق نعم من 69، وهذه المادة طبعا لدينا الآن يعني أناس كانوا محكومين بها في زمن النظام السابق. بالتالي هي المادة يعني هو اللي حكم بها نفسها هذا الشخص، هي الإساءة أو توجيه إهانة لمؤسسات الدولة. توجيه إهانة لمؤسسات الدولة. حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور مادة 38 جميع يعرف. لكن حرية التعبير عن الرأي أكيد لها ضوابطها ومحدداتها. وإذا تلاحظ حضرتك بنفس المادة يقول وأنه هذا يعني أنه تنفذ بقانون، لكن أين هو القانون؟ لحد الآن القانون ما مقرر. حرية التعبير كفقرة بالدستور ما بيها تنظم بقانون. لا بها ممكن ثالثاً. التظاهر بها ثالثاً. التظاهر السلمي بها ثالثا. لا هي بالتظاهر السلمي بس حرية التعبير بكل الوسائل ما بها تحدد بقانون بما لا يخل عن الآداب وأن تنظم بقانون. طيب هو شنو لا فسر لنا شنو اللي يخل بالآداب ولا هاي مشكلة تنظم هاي مشكلة هاي قضية مشكلة بين يعني. فحضرت ذكرت لك حضرتك أنه بعد ما ذهبنا من مجلس المحافظة ما وصلنا النتيجة أنه فعلا هم باعتبار أنه قالوا أنه مسؤولية مجلس المحافظة مسؤولية تضامنية وإحنا ما نستطيع أنه نعطيكم جواب وأنه أكثر المجلس ما موجود فقط. وكان هدفكم أنه يتنازلون عن الدعوة المرفوعة ضده؟ لا هذا مو واجبنا. إحنا واجبنا الاستقصاء والرصد وفق قانون مفوضية رقم 53 عام 2005 هو إجراء التحقيقات الأولية في أي انتهاك. إحنا ذهبنا لإجراء تحقيقات أولية حول تداعيات هذه القضية وهذه الأزمة اللي حدثت في المحافظة. بالتالي ما خرجنا بنتيجة إنه هذا قضاء
كان توجه السادة في مجلس المشكلة المحافظة أن المشكلة, هذا قضاء المشكلة الحديث عن هذا الموضوع يضعك في مواجهة أمام القضاء. بس إحنا نسأل أنه هو الظروف حبسه كانت بتأثيرات سياسية تأثيرات من لا لن حقيقة لن لا 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 لم نجد هم لديهم مادة قانونية اعتمدوها في حبس هذا الناشط المدني. بالتالي هو أيضا رافع عليهم أكثر من ذكرت لحضرتك 365 دعوة وكاسب دعوة تجهنا من مجلس محافظة تجهنا إلى استئناف المثنى. إحنا من نقول هو رافع عليهم 365 دنلومة مثلا؟ لا إحنا يعني ممكن هذا هو مستخدم حقه كأي مواطن في التقاضي. هو من حقه أن يذهب للقضاء. لازم توفر الحماية الكافية من السلطات الكافية. لكنه هنالك مادة قانونية وموجودة ونص صريح في القانون المادة 226. هي تأسف باستخدام الحق في بعض الأحيان. هسه هي أما أن تعدل أو تلغى فبالتالي تحتاج إلى قانون تحتاج إلى وقفة مجلس النواب. مثل هاي القضايا بشكل أو بآخر اللي تأخذ صدى بالرأي العام. نعم. ممكن تخلي المفوضية على المحك في اختبار. لبرهنة استقلاليتها وعدم انحيازها أو عدم شمولها بالمحاصصة. أنتم متهمين أنتم جزء من المحاصصة. تعتقدين هذا صحيح؟ لا هذا طبعا أكيد مو صحيح. أكد لك هذا الموضوع والدليل أنه إحنا تبنينا الموضوع وشكلنا فريق وذهبنا للتقصي بنفسنا بدون أن نخضع لأي استفسار أو أي ضغط أو أي سؤال من أي جهة ولا أحد طلب من عندنا يعرف نتيجة تقاريرنا. بالمناسبة إحنا تقاريرنا إحنا وفق القانون مكلفين بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب العراقي وبالتالي أيضا يعني من ضمن مهام عملنا أنه نقدم إلى اللجان التي تقدم تقاريرها التي تلتزم الدولة بتقديم هذه التقارير إلى منظمة الأمم المتحدة مثلا. نحن من مهامنا أن نقدم التقارير لهذه اللجان تعتمدها تقارير المفوضية. إحنا بشكل أو بآخر الاتهام يجي بيا بجانب أنه على يا ملفات تتحرك مفوضية حقوق الإنسان بالضبط. خليني نشوف أنا وحضرتك والمشاهدين هذا الفيديو ونرجع نناقش هذا الملف بالتحديد. شوفونا الفيديو الأول شباب وغيرها من المناطق. إذا تكلمنا عن كردستان أو المناطق اللي متنازع عليها زملائك ما يخليك يقول لك لا أنا أروح أرصد. زين هو إذا هو من تلك المنطقة ويرصد انتهاك جماعته ويجي يقول لك أكو شيء انتهاك طبعا ما حيقول لك أكو انتهاك. فإذا لأنه أنت كمفوض تأخذ لك ملف من الملفات. إذا أنت تتفقين بأن ملف حقوق الإنسان في العراق هو ملف سياسي. طبعا أنا قلتها تذكر حضرتك قلت لك أنه هو الباب الخلفية للسياسة. طيب سيدة سلامة الخفاجي تقول أن أعضاء المفوضية يمنعون بعضهم البعض من رصد الانتهاكات في مناطقهم. أي بمعنى أن الكردي ما يسمح للشيعي أنه يروح يتقصى هناك والعكس صحيح. الأخت الزميلة العزيزة سلامة الخفاجي الدكتورة أنا جدا أعتز بها وبأراها لكن حقيقة هذا رأي شخصي. بس هذا رأيها. هذا ما موجود عندكم. لا ما موجود أبدا إطلاقا. حرية التعاطي مع الموضوع والرصد حتى في كردستان مثلا. الفريق لا هسه كردستان قضية أخرى. نتحدث يا قضية الدولة هي جابتها كمثل. نحن لدينا ولاية في 14 مكتب في 14 محافظة عدا أقليم كردستان. بالمناسبة في اجتماع مجلس المفوضين الأخير أصدرنا قرار بالإجماع بافتتاح مكتب للمفوضية في أقليم كردستان وفي محافظة سليمانية تحديدا وصوتنا جميعا على ذلك وشكلنا فريق. أنا من ضمن الفريق والأخوة الزملاء يمكن 7 زملاء حيكونون معي في فريق رح نذهب لتأسيس مكتب في أقليم كردستان وبدأنا التحرك في هذا الموضوع. مكتب للمفوضية هذا من ضمن إنجازاتنا كدورة حالية. أنا الدورة السابقة محددات العمل من ضمن ما قالت السيدة سلام الخفاجي بهذا الفيديو من محددات العمل هي هذا التقسيم الإثني والطائفي وربما الحزبي في بعض الأحيان. أنتوا عندكم تقسيم ما لمسنا حقيقة أمانة. أنا في هذه المفوضية في هذه الدورة 5 أشهر الآن راح ندخل السادس أبدا ما لمست هذا الموضوع. أتعاطى مع الملف الكردي في موضوع التظاهرات اللي حدثت في سليمانية. أنا من الناس اللي دخلت في الموضوع وكان لقاءات تلفزيونية وتحدثت به وكذلك زملائنا ذهبوا معنا في قضية باسم خشان في الجنوب ما موجود هذا الموضوع أبدا ولا توجد هكذا ولن نسمح بهكذا تأثيرات. هي خضعت زميلي لا يسمح لي أنه أفرض رأيي عليه ولا أنا طبعا أكيد حوار هذا الموضوع مو صحيح. زين أنتم بالمفوضية بلحظة التعيين خضعت للمحاصصة الحزبية والإثنية لو لا؟ هذا الموضوع قررته المحكمة الاتحادية كما تعرفون رفعوا علينا دعوة أخواننا وزملائنا من ناشطي المجتمع المدني. أنا
سانة خرجت من رحم المجتمع المدني. لدي منظمة مجتمع مدني عاملة منذ 2003 ومعروفة. وش قالت المحكمة الاتحادية؟ المحكمة بدليل أنه طلبت كتاب من دائرة شؤون الأحزاب أي واحد من عندنا ما مسجل في أي حزب. أنتم ما مسجلين بس أنتم حصص لا لا حصص لا هاي الأحزاب. لا هذا الموضوع يعني مثل حضرتك من حصة حزب الدعوة تنظيم العراق. اسمح لي اسمح لي بس صحيح لو أوضح لحضرتك في شيء. هسه أنت يتبناك حزب هذا شأن، وإذا أنت وضعك سياسي مع الحزب هذا يختلف. شوف يعني بالله أرد أعرف شنو الفرق. أنا بشرح الأشياء. فسرتها المحكمة الاتحادية يا أخي، فسرتها المحكمة بالأخير الاتحادية. بالأخير أنتوا كأعضاء تبنتكم أحزاب. الاستقلالية لا استقلاليتي في قراري، أنا استقلاليتي أنا الآن مفوض لكل العراق. أعمل للكردي وأعمل للسني وأعمل للدعوة ولغير الدعوة. هذا ما له علاقة يعني أنت في أنت الآن أديت يمين أنت مفوض للعراق. إحنا لغينا هسه من خلال طرح حضرتك لغينا مفهوم المحاصصة والتحاصص حتى بالوزارة. لا أنا أتكلم عن المفوضية صدقا، هذا الموضوع أبدا ما له موجود. جميع الأخوة نعمل بنفس بالسلوك تعملون بنفس واحد. جميل. تدعرفين الحكومة همينة ومجلس الوزراء هذا واللي سبقه واللي سبقه هو واضح إنه هو محاصصة. بس يقولون نفس الكلام نحن نعمل كفريق واحد. وفعلا عملوا لكل العراق. كل الجهات. هذا رأيك. هذا رأيك. بالأخير إحنا الفكرة وين؟ الفكرة هذه مفوضية مستقلة. اسمها بالدستور مستقلة. صح لو غلط هيئات مستقلة. هل هي مستقلة أم وزعت على حصص الأحزاب؟ يعني تبنى مثل ما قلت تبنى حزب تبنى المفوض. يعني حضرتك متبنيش حزب الدعوة تنظيم العراق. أنا الآن أديت يمين مفوض. يعني أنا قبل ذلك ما تبنوش حزب. هسه أنت لا تسألني عن قبل ذلك. إحنا الآن أنا الآن ماذا؟ أنا الآن أديت يمين إنه أنا مفوض أعمل لكل العراق. وأنا أحترم يميني وأحترم قسمي. والجميع جميع الأخوة اللي معي نفس النفس ونفس العمل. جيد. هذا الموضوع حتى نغادر الموضوع باسم خشان. زرتوه بمحبسه شفتوه؟ نعم. اذا نعم كان يعني تلقم تعامل انساني وفق المعايير الدوليه لو لا مثل ما قالوا انه بتعذيب وما اعرف ايش. حضرتكم طبعا تعرفون انه احنا كمفوضيه ضمن قانوننا انه في الماده الخامسه الفقره الخامسه انه من حقنا القيام بالزيارات لجميع السجون وجميع مراكز الاحتجاز والمراكز الأخرى والمراكز الإصلاحية بدون أن نأخذ أي موافقات وبدون إذن مسبقة من هذه الجهات. بالتالي احنا توجهنا من ضمن الزيارات اللي كانت هي يوم واحد زياراتنا لمحافظة المثنى اتجهنا لسجن الخناق بعد أن سمعنا من المحافظة ومجلس المحافظة وقنا في المثنى اتجهنا لنسمع من باسم نفسه. اتجهنا للسيد باسم في سجن الخناق في محافظة المثنى وإدارة السجن مشكورة طبعا جلس معنا الرجل وتكلم عن كل حيثيات الموضوع وسمعنا منه وثبتنا طبعا إفادته يعني هذا واجبنا لأن تحريك دعوة خاصة بحقوق الإنسان هذا واجبنا بالإضافة إلى كتابة التقرير. هو بالتالي يعني حركنا له شكوى خاصة هو الرجل تحدث بكل التداعيات من البداية وكل الدعاوى اللي قامها. شنو اللي قاله؟ شنو رأيه كان بالأخير يعني؟ أكو موضوع كان جدا مهم أنا ذكرته في لقاء سابق مع قناة أخرى. كان في نفس الوقت اللي دخلنا في السجن وكنا نتحدث معنا والرجل كان جالس وبالمناسبة أنا ذكرت إنه كل المحافظة هم يعني محافظة صغيرة ويعني حتى إدارة السجن والناس هم جميع الناس تعرف ناس فالكل يعرفه يعني باسم اسم معروف عندهم يعني فكان يعني جالس ببساطة ويتحدث عن كل الأمور. وصلتني رسالة انه انتشر شيء عن على مواقع التواصل الاجتماعي تعرفاني يراسلوني ناشطين كثيرا يعني هم اللي سبب اللي يعني اكدوا علينا انه نذهب ونلتقي لان ناشطين هواي يراسلوني على الفيس من محافظه المثنى. وصلتني منهم رساله انه باسم الان يتعرض الى تعذيب. لا مو تعذيب، انه اذا انه في سجن انفرادي ويمنع من زياره ذويه وان في حجر خاص وكذا. وانا جالسه فسالته مباشره ذكرت الأستاذ باسم ممكن سؤال حضرتك ممكن تقول لي إنه أنت حضرتك أهلك متى زارك آخر مرة؟ قال أنا بحقيقة أنا ما أريدهم يزوروني وأنا ما محتاج يزوروني وأنا لين أعرف أساعدهم ضيوف وعدهم ناس وعدهم مظاهرات وهذا الأمر فأنا ما أريدهم يزوروني. مثل أحد مانعك إنه قال لا بالعكس أنا قلت لهم إنه لا يزوروني الآن. وسألت مدير السجن بالتالي قلت له ممكن أسأل حضرتك الزيارة يعني أيام الزيارة اللي مسموح بها لأي مواطن أي سجين عفواً.
أو معتقل، هو ذكر لي أنه مرة في الأسبوع وهكذا أو مرتين. فقلت له هذا الأمر متحقق؟ قال نعم متحقق، وتقدرون تسألون. فسألت الباسم قال فعلا أنه إحنا ما ممنوعين من الزيارة، وإدارة السجن جيدة. هسه هو رايح للتمييز، هو رايح يميز القرار. التمييز هو كان إلى غاية الآن لم يصدر القرار من محكمة التمييز. تعتقدين أنه ممكن إعادة النظر من الجوانب القانونية؟ حتما قعدتوا يا قانونيين واستشاريتهم. تعتقدين أنه أكو إعادة نظر حقيقية من محكمة التمييز بالملفات التي أدين بها باسم الخشان؟ حضرتك تعرف أن القضاء قضاء مستقل، وإحنا طبعا نؤمن بحيادية القضاء. طيب. وما القضاء ما أسأل عن المعطيات القانونية كمشورة، يعني من أخذت مشورة المحامين القانونيين اللي حواليكم، أكو ثغرة معينة ممكن أنه يكون باسم يميز الحكم ضده ويطلع؟ حقيقة أنا حتى أخو باسم نفسه، الرجل كان جدا جدا متفائل بالقضاء وبحياديته ومطمئن، وأكد لي هذه المعلومة، يعني ذكر لي أهلي، نحن زرناه بمضيف الرجل حتى نسمع من أهله يعني عن موضوع التظاهرات، إحنا ذهبنا لأهله. ورسالة كانت موجهة من باسم، وطلب من عندنا أنه نذهب يعني نخبرها الأخو للتهدئة وهكذا موضوع. كان متفائل جدا من القضاء، وكان مؤمن، قال انه القضاء حيادي والقضاء مستقل، واحنا نؤمن بحياديته واستقلاليته، ونتمنى انه ينصفه اذا الى حق فهو اكيد، واذا حتى لو حكم فاحنا هذا شرف انه هو ما محكوم على جريمه او شيء مخل بالاداب او بال. جيد، خلينا نغادر ملف السيد باسم خشان. وندخل لملف اخر. اسال المفوضيه العليا لحقوق الانسان كيف تتعامل مع تركه هاي التركه الثقيله لمعركه الموصل، سواء على مستوى الضحايا من المدنيين أو من الجنود؟ عندكم استراتيجية معينة للتعاطي مع هذا الأمر؟ حقيقة الأزمة في الموصل يعني تداعياتها كثيرة. إذا تتحدث عن النازحين، تتحدث عن خلينا نحكي في البداية عن الضحايا. أي ضحايا تقصد؟ الضحايا من المدنيين والعسكريين. هنالك الآن أكثر من 9000 جثة حسب الإحصائيات اللي وصلتنا، هي ما زالت في الشوارع أو كذا. هذه ممكن أن تهدد بكارثة بيئية، كما يعني فرق الرصد في مكتبنا في محافظة الموصل أكد وجود هذه الجثث. 9000 من المدنيين؟ طبعا هسه هي ممكن أن تكون أيضا من الدواعش جثثهم أيضا، لأن تعرف هي كانت معركة وكانت الاستراتيجية هذه فقط بالمدينة القديمة لو في كل الموصل؟ بكل في الموصل يعني في الموصل. المشكلة الأزمة أنه هذه تعرف هذه جثث واستمرار وجودها هذه كارثة بيئية خطيرة. طبعا ومن اهتمامات مفوضية حقوق الإنسان طبعا الاهتمام بملف البيئة والصحة طبعا. فهذا ما أعربت عن قلقها طبعا المفوضية في بيان رسمي لها قبل أكثر من 3 أو 4 أيام. وزار زرتوا كمفوضية؟ طبعا كمفوضية اثنين من السادة أو ثلاثة عفوا ثلاثة من السادة، أستاذ عامر بولس، أستاذ تامر الشمري، وأستاذ علي ميزة، زاروا منطقة الموصل، محافظة الموصل جميعها، وخصوا هذه الحالة بنفسهم. طيب. وصور طبعا لدينا موثقة. جيد، خلينا نتحدث عن الجرحى. نعم. هسه الآن الجرحى الموجودين سواء من العسكريين أو من المدنيين، بعض التحقيقات أو تشير إلى أن هؤلاء الجرحى لم يتلقوا علاج كافي، ولم توفر لهم الأدوية الكافية إلى غاية الآن. بعضهم عنده مشكلة بتر أطرافه، والبعض الآخر إصابات بالغة. لغاية الآن هم مثل ما نقول بالعراقي مرميين بدون أحد يسأل عليهم. هذا واجبكم بالرصد؟ لقيتوا مثل هذه الحالات فعلا؟ نعم حقيقة هي هذه، أنت خارج من معركة، ومعركة كبيرة، وتعرف أنت حضرتك محافظة الموصل هي أكبر محافظة حدثت فيها العمليات الإرهابية، ومشاكل كثيرة حدثت فيها. وجدنا أطفال مدربين ومجندين، وجدنا يعني وتهجير قصري وأمور كثيرة. بالتالي قضية الجرحى هي جزء من مجمل هذه القضايا. نحن أكيد وضعنا خطة. أنت لازم تعرف يعني أمر جدا مهم، إنه البنى التحتية مدمرة ومنهارة 100%. يعني حتى إذا شخص يذكر لك إنه أكو نسبة، لا هي مدمرة بشكل كامل. بالتالي أنت لا تتوقع هناك إنه وجود مستشفيات إنه ممكن تؤدي خدمة، بالرغم من إنه هنا يدخل جزء مهم من القصة. نعم. أكو تخصيصات حكومية طارئة مثلا لاستيعاب تركة المعارك التي حصلت هناك، هذه التغطيات المالية وصلت ما وصلت؟ أكو ملف فساد؟ أكو مشكلة بيها؟ يعني على الأقل ضمن عملكم أكو تغطية مالية معينة حقيقة كدفع الطوارئ مثلا؟
تواصلنا مع الحكومة حقيقة، في ولدينا طبعا زيارات وليست كتب، صارت لنا زيارة خاصة فيما يخص موضوع الموصل، تحدثنا حتى مع السيد رئيس الوزراء والرجل أعرب عن اهتمامه، شديد اهتمامه بالموضوع. طرحنا الأزمة في حينها أنه قضية حتى المهجرين والعودة اللي كانت في المجمعات، والمجمعات اللي في بغداد وفي أربيل، وكان العودة الطوعية، عودة النازحين هذه أيضا فيها أزمة طبعا، تعرف أنه بيوتهم مهدمة، بالتالي هو كيف يرجع؟ إيش قد بالمئة رجعوا من خلينا نقول بالموصل فقط وحدها، إيش قد بالمئة من النازحين رجعوا لغاية الآن، وإيش قد بالمئة ما يقدر يرجع أصلا؟ يعني حسب اللي الإحصائيات اللي وصلتنا يقال أنه 60% من النازحين عادوا و40% ما يقدرون يرجعون بسبب البنى التحتية ومنازلهم مهدمة. أكيد. طيب خلينا نتحدث عن عوائل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش الإرهابي، الدولة اللا إسلامية. هؤلاء شنو وضعهم بالقانون أصلا؟ أكو من عندهم تزوجوا بدون عقود رسمية بالمحاكم، أكو من عندهم صار عندهم أطفال، هذول الأطفال غير مسجلين أصلا، هو والدته ما مسجلة كمتزوجة، شلون يتم التعامل وياهم؟ عددهم حاصري في بإطار معين، يبدو أنه تحدي آخر من ضمن التحديات اللي تركتها هذه الحرب. نعم، حقيقة احنا لدينا احصائيات انه يوجد اكثر من 1500 امرأة وطفل موجودة في احد السجون وزارة العدل العراقية. طبعا الرقم هذا يعني ما استطيع اعطيك الرقم الحقيقي، لان يعني تعرف احنا نتعامل بالارقام بسرية، لان يعني هذه احصائيات يعني تتعاطى مع ملف امني، فبالتالي ما نستطيع انه نعطي الارقام الحقيقية التي تسلم لنا من الوزارات. فمن خلال فرق رصدنا اللي زارت أحد السجون وزارة العدل، وجدنا أكثر من 1500 امرأة وطفل من عوائل 1500 نعم، بين طفل وامرأة، هذول عزلوا في سجن في بغداد، مخيم خلينا نقوله، معسكر، لا سجن سجن سجن، لأن ذولي من عوائل داعش، ومن اللي ثبتت عليهم جرائم، هذول ثبتت عليهم جرائم فعلا، يعني مو أبرياء، كان معاهم قناص، امرأة قناص، وكان كذا، لا مو أبرياء. هسه القضاء هو اللي يحدد منه منهم البريء ومنه، هسه احنا عادة ما المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن على الأغلب هم كلهم يعني عندهم محاكمات، بالتالي هم من جنسيات أغلبهم غير عراقيين، عدد قليل اللي هم عراقيين، لكن الأغلب غير عراقيين. أنا حقيقة كان عندي يعني مناشدة قبل يومين في خصوص هذا الموضوع، حقيقة أنا أتألم من أشوف أنه هكذا يعني عوائل تصرف عليهم أموال وتقدم لهم يعني مساعدات في نعم في السجون، وتوفر لهم المواد، في حين نحن لدينا محافظات غير معمرة ومهدمة بسبب إرهاب داعش. شو نسوي لهم العدو؟ شو نسوي؟ كان هو معايير دولية تحكم، كان لي مناشدة للحكومة، مناشدة يعني تناغما مع دماء الشهداء اللي سقطت، وعوائل الشهداء اللي الآن أكثرهم بدون رواتب وبدون معيل. احنا من ضمن احنا نفكر بالضحيه ايضا، احنا عندنا ضحايا كثيره بسبب ارهاب داعش واللي خلف ان لا تنسى من عمليات الارهابيه. كان لي مناشده للحكومه انه تتعامل بالطرق الدبلوماسيه لارجاع هؤلاء الى دولهم. لماذا احنا حكمت تبقى انا 5 سنين اصرف عليها وانا عندي مناطق محررة بالأخير مناشدتكم أو التوصية اللي قدمتوها، شنو البديل؟ هساني عندي 1500 متورط بهم، منهم مجرمين، منهم أبرياء، الإسراع بمحاكمتهم، فرزهم على أساس قانوني، لو شنو بالضبط؟ هنالك أكو قانون دولي وكم قاضات، وممكن يقاضون ويحكمون في بلدانهم، هناك طرق دبلوماسية ممكن أن تحل بها، لكن أنه أكو تلكؤ بهذا الشيء؟ لا يعني لا طبعا، القضاء أنا سمعت قبل أيام حسم قضايا لهم، طبعا قبل 3 أيام حسم لهم قضايا. الحديث عن انتهاكات بحق هؤلاء، بحق عناصر عوائل عناصر داعش الإرهابي، البعض يتحدث عن انتهاكات ممنهجة حقيقية قد تخرق المبادئ العامة لحقوق الإنسان. مثلا خلينا نشوف هذا الفيديو أنا وحضرتك ونرجع نتناقش. يا باب الفيديو الثالث طلعوا لنا إياه. ترحيل عوائل الدواعش، ترحيل عوائل الدواعش، وهذا شرف لي اني اني اللي اطهر وانظف الشرطه. أصلاً
يقولوا لي انت مثل ما انطيتي داعش، هم ما يعرفون احنا شلون ظروفنا مع داعش، احنا يعني كان احنا مضغوط علينا يعني ظروف، قالوا ان يعني خفنا لا ياخذون بنتي سبيه وانطيتها اياهم، يعني ما اقدر هي موجوده هنا اي جبتها. يقولوا لي بنتي صار لها تقريبا 20 ماكو 20 اقل من 20 يوم منهم جابت وجو رحلوني. جينا بطلقه الهدوم بس وشتل، يقتلون بينا بالقوة، يسحلون بينا السحل. هذا سبوت سحبناه من الانترنت وعرضناه، ما ورد به هو يتعلق فقط بمن أنتجه وليس بردنا نستشهد فقط بالشهادات التي عرضت. هذا التعامل بالأخير هو يخرق مبادئ حقوق الإنسان. أكو عملية فرز منطقية للعناصر، يعني هسه بالأخير أكو واحد انجبر ينطي بنته الواحد من صح لو غلط، وانجبرت هذه تنجب منه طفل، هؤلاء شلون يتم عزلهم، شلون يتم التعاطي وياهم وفق القانون؟ حضرتك والجميع يعلم أنه أكثر الضحايا من إرهاب داعش هم كان النساء والأطفال، بسبب أنه هم أضعف شرائح المجتمع. هو هاي بالضبط أنا أريد أعرف شلون ممكن نتعاطى وياها. أنا ممكن أجاوب حضرتك على اللي شفناه الفيديو الآن. هذه الامرأة اللي كانت منقبة اللي تقول أخذوا بنتي من عندي. أنت كعراقي، مو أنا كمفوضية، أمثل المفوضية الآن أمامك، أنت كعراقي ممكن تتعامل معها على الكلام اللي قالته هسه أنه هي مجرمة؟ لا، إذا ثبت كلامها أنه أخذوا بنتها بالقوة من عدها، وإذا ثبت كلامها صحيح أنه هي مرأة بريئة، فكان كيف ما تعامل وياها كإنسانة عراقية بريئة ضحية طبعا. لكن بالتالي إذا كان هذا الكلام صحيح ودقيق، إذا ما كانت متعاونة وتنقل لهم سلاح وتخبر عن عراقيين أبرياء، هذا يفرق، فالقضاء هنا يأخذ دورة طبعا. طيب الإحصاءات اللي قلتيها حضرتك 1500، أغلب الـ 1500 ذولا هم غير عراقيين. نعم. بعض التقارير تشير إلى أن هناك 20,000 عائلة من عراقيين وغير عراقيين موجودين فعلا في محتجزين بمعسكرات خاصة وبسجون خاصة، كلهم ذولا من ضمن عوائل داعش. فعلا هذا الرقم حقيقي وصحيح 20,000 محتجزين عراقيين أي محتجزين في العراق؟ أنا ما وصلتني هذه المعلومة كمفوضية. ماكو هذه مو بس بسجون، بمعسكرات، ربما مخيمات. انا عراقي، ليش انا ليش احجزه؟ ليش احجزه؟ ليش احنا 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 النادي بحقوق الانسان، يعني اسمع عن يعني اسمع كمفوضيه انه اكو عراقيين محتجزين في مثل ما تقول حضرتك معسكرات، هسه ممكن داعش كان حاجزهم وكان يجند. الان احنا نحكي داعش لا 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 ما اتوقع منه ممكن يستطيع. يعني المعلومات اللي تستقوها كمفوضيه من الجهات الرسميه لإيواءهم طبعا، من الجهات الرسميه تعرفين البعض يقول انه مو كل المحتجزات هذه اللي تحدثنا عنها خاضعه للقوات الامنيه العراقيه، بعضها اكو فصائل مسلحه هم خارج. لا لا لا. صحيح هذا الكلام. انا هسه انا كمفوض من هذا منبرك إذا تعطيني عنوان بأي منطقة هسا في العراق، أنا باكر الصبح بإذن الله تشوفني هناك أنا وفريق من السادة المفوضين معي. إذا تثبت لي وتعطيني عنوان هذا ما 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 عملية التقصي اللي سويتوها والاستقصاء كشفت لكم إنه ماكو أصلاً محتجزات بهذه الصيغة. أنت تتكلم عن عوائل عراقية؟ هي بالاخير هو عائله يعني هو عائله داعش بالاخير عراقي ولا مو عراقي؟ انا اقول انه يعني زوجة ارهابي، زوجة عنصر في التنظيم داعش الارهابي. اخي العزيز اسمعني، اذا في مخيمات للنازحين ولايواء النازحين طبعا الحكومه وفرت والقوات الامنيه طبعا تركت لهم ممرات امنه، طلعوا من عندها وصلوا لهذه المخيمات، هذا ممكن. لكن انهم محتجزين باي صفه محتجزين؟ هو اليوم اللي يحتجز بدون مذكره قبض هو هذا شيء مخالف للقانون. زين خلينا نبسط الفكره اكثر. احنا انا دا اسال عن عوائل داعش، يعني بمعنى اصح في اي محافظه؟ بكل المحافظات اللي كانت. حدد لي مكان حتى انا اتصل. الموصل، خلينا نقول الموصل. انا بدي اسال سؤال. الطفل اللي انولد من اب داعشي ارهابي قتل في المعارك وام تزوجت بطريقه غير رسميه من هذا الارهابي، هذا شلون تسجل اوراقه؟ تحرر شكوى. احنا مفوضيه، يعني اكو غطاء تشريعي؟ اكو غطاء لا غطاء تشريعي هسه احنا ما اتحدث لك انا ما رموت لا لا تشريعي بس انا افهم والمشاهدين هم يبون يفهمون شنو الصيغه القانونيه اللي نتعامل بها ويا ذولا.
احنا كمفوضيه، انا راح اتحدث عني كمفوضيه، لا اتحدث عن الناس التشريعيين ولا عن القضاء ولا اعطيك الصيغه القانونيه. انا كمفوضيه ممكن اتحرر شكوى انه هي متعرضه لانتهاك، مثل ما تقول حضرتك انتهاك قد يكون احتجاز او 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 ما تقدر تحصل على وثائق بهذا السبب. احنا من واجبنا طبعا كمفوضيه تحريك اي شكوى تقدم لنا من اي فرد او اي منظمه او اي جماعات وتقديمها للادعاء العام والنظر فيها ومتابعتها في لتلقيها. وحتى احنا بهذه الفتره البسيطه 5 أشهر احنا محررين 458 دعوه من 15/8 الى 1/1، يعني الى 1/1 بدون هذه الشهرين. فبالتالي اذا اي مواطن عراقي يحس بنفسه انه وقع عليه ضرر يخص حقوق الانسان فممكن يقدم لنا شكوى واحنا نشوف شلون نتعاطى ويا قضيته. جيد، احنا عندنا قانون نقدر نستند عليه حتى ننظم شؤون هؤلاء، أم أن على مجلس النواب أن يتحرك باتجاه تشريع قانون يشمل هاي الحالات الطارئة اللي استجدت عندنا بعد هاي الحرب؟ لا، مو احنا عندنا قانون العقوبات العراقي النافذ. مو العقوبات، انا اقصد تجنيسهم. هسه هذول وثائق رسميه نريد نطلع لهم، شلون نطلع لهم؟ وهو والدته متزوجه بطريقه مو رسميه، لحد الان هي مو متزوجه باوراقها الرسميه. مو هذه القضيه طبعا قضيه جدا شائكه وثيره قبل حلو فكرة. هي لان شائكه احنا نريد نناقشها. وثيره هذه طبعا انا من بدايه تسلم مهامنا فيها المفوضيه هي ورا شهر صارت. وثيره هذه القضيه تمام. وانا يمكن على قناه دجله ايضا سالوني نفس السؤال. هذا موضوع طبعا هو اني وتعرف هذه القضيه يعني حتى هسه قوانين طوارئ هذه قوانين طوارئ هذه مسؤوليه التشريع مسؤوليه مجلس النواب فبالتالي اذا ما هكذا قضيه فواجب مجلس النواب هو ينظر بها يعني انا بالتالي نخضع للقوانين. اكو انباء تشير الى وجود معسكر احتجاز في غرب الانبار على غرار ما كان موجود في غوانتنامو بهذه المبالغة أو بهذا الشكل من التصور. هسه أنا ما أعرف الحقيقة بالضبط. غوانتنامو تابع لمن؟ طبعا لا لا مركز احتجاز تابع للسلطات الأمنية في غرب الأنبار. الأمنية منو؟ هسه ما أعرف الدفاع الداخلية، بس المهم عندكم معلومات عن وجود مثل هكذا معسكر؟ لا طبعا لا. ما عندكم معلومات؟ لو هو ما موجود. لا ما موجود، لأن لو موجود احنا بالمناسبة فرقنا تدخل جميع السجون بدون يعني انا دائما يعني انا من الناس ادخل مطار سجن مطار المثنى تجيني شكاوى عديده ابني في مطار المثنى ابني ويعطوني مجموعه اسماء يقال انه ابنها في مطار المثنى من الرحمن موجود اسمها فاداره السجن يقولون ست هذه يعني مئات المرات تجينا هكذا حاله انه يذكر انه هي ابنها مثلا مفقود ما تريد امل انه ممكن انه تلقاه فيوهموها انه هو حتى حالات نصب حتى حالات نصب والله يعني انا هذه طبعا تناقشت فيها من زرت اداره مثلا السجن المطار انه يوهموها انه ابنك موجود في داخل السجن وممكن انه انا اجيب لك معلومات عنه او الزوري مقابل كذا مبلغ ومبالغ كبيره مساكين ويستغلون بهذه الطريقه عمليات نصب. انتم كمفوضيه تقدرون تروحون بانسيابيه لاي سجن عراقي تزورون؟ بانسيابيه تامه يعني بشكل لدينا مستمر. سلطه ولائيه وفق القانون قرها ان القانون رقم 53/2005 انه مثل ما ذكرت لحضرتك الماده الخامسه الفقره الخامسه وانتم مارسين هاي الصلاحيه مارسيها وانا بشكل مستمر. عن نفسي ذكرت لك انه احنا بقضيه باسم خشان زرنا دخلنا على سجن الخناق خلينا نشوف ودخلت سجن النساء ايضا بالخناق زرته كله جميل. خلينا نشوف هذا التقرير يقول عكس ما تفضلين به حضرتك. خلينا نشوف هذا التقرير اللي يبث على احدى القنوات العالميه ونرجع نناقش الموضوع. الفيديو الثاني شباب. تكتظ السجون العراقية بالآلاف ولا يفتح من زيارات الإعلامية إلا تلك التي تضم متهمين بجرائم عادية. أما المتهمون بالإرهاب فيبقون خلف أبواب موصدة لا يزورهم المحامون ولا حتى أهاليهم بحسب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ويتحدث تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن تكرار عمليات التعذيب في سجون عدة وامتناع السلطات العراقية عن معاقبة المسؤولين عنها. هناك أقسام في بعض السجون التابعة لوزارة العدل خارجة عن سلطة الوزارة يديرها اللواء 56 أو وحدة مكافحة الإرهاب اللذان يتبعان مباشرة لوزارة الدفاع أو لمكتب رئيس الوزراء، ولكن في نهاية الأمر تعود سلطة الفصل إلى رئيس الوزراء نفسه.
تعتمد هيومن رايتس ووتش بحسب تقريرها على شهادات معتقلين تحدثوا عن أساليب تعذيب موحدة تتكرر في أكثر من سجن، ودليلهم عليها العلامات على أجساد المساجين. لكن رئيس الوزراء العراقي ينفي وجود سجون سرية، كما ينفي أن يكون اللواء 56 تابعا لمكتبه. هذا التقرير قديم، إلى غاية الآن الوضع ما زالت الاتهامات مستمرة لهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية على عدة أجزاء. الجزء الأول خلينا نحكي به، المتهمين بالإرهاب ممنوع أحد يزورهم، لا أهلهم ولا مفوضية ولا، هذا صحيح؟ لا، احنا نزورهم، أوضح لحضرتك، باستثناء المفوضية. المفوضية هذا التقرير يعني هو تقرير ممكن يكون صحيح، لأن هو ما ذكر أنه المفوضية ما تزورهم، ذكر أنه الإعلام ما يستطيع يدخل فعلا. احنا بقانوننا يسمح لنا، احنا القانون مطينا هذا السلطة. أهلهم لهم حق يزورهم لو لا؟ لا، مو هو انت ايه، هو هذا قانون انه انت فترة التحقيق عادة ما يجوز، يعني بعد معتقل اجراءات طبعا مو مدان. بعد معتقل نعم. لكن اكو موضوع جدا مهم، انه رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي، انا عندي صور معه زايرين سجون. سجون لمعتقلين، سجون يعني مو مدانين، سجون لا خلينا نفرق، مدانين ومعتقلين سجون ونزور وماكو اي شخص يمنعنا ولا اي جهه. وهسه حضرتك انا مستعده انه غدا تعطيني اي عنوان سجن اروح ازوره. ماذا عن التعذيب للحكومه؟ ماذا عن التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوه؟ هذا الملف ايضا مهم جدا. عندكم رصد الى فعلا حقيقه هو موجود ومستمر لغايه الان لو لا؟ يعني هو يقال او بالدليل عاده، اذا يعني اذا تحرر شكوى، هو متى ممكن يحرر شكوى؟ بعد خروجه، بعد خروجه مثلا من المعتقل او من السجن، حسب هذا هو انتزعت من عنده بالقوه، هو راح يدان ويروح بعد شلون شي طلع. الحقيقه انه احنا جميع السجون اللي زرناها وجدناها جميع السجون تعمل بالمعايير اللي محددتها لها يعني منظمات حقوق الانسان الدوليه وحتى مفوضيه. يعني الطاقه الاستيعابيه للسجون مستوعبه هذا الاكتظاظ؟ لا، انا معك اكو اكتظاظ. هسه بالسجون تقول لي اكو تعذيب، انا ما شفت تعذيب ودخلت على سجون كثيره. لحظه بس خلينا نفرح حتى ما تختلط المشهد. التعذيب ما يصير على المدانين، هسه هو مدان بعد خلاص حكم عليه بالمؤبد، حكم عليه بالاعدام، ممكن على المؤبد. انا اقول حضرتك تقول يعني معتقلين تنتزع منهم الاعترافات بالقوه، البعض يقول بانهم يتعرضون الى تعذيب ممنهج وباوقات معينه ويعني بطريقه ممنهجه، كانما هذا ثبت عندكم؟ لا ما ثبت حقيقه، ما ثبت. لا ما ثبت. ليش ما ثبت؟ لانه زرنا موجود، ما موجود، لانه موجود كان ثبت عندنا، والدليل احنا بالنسبه يعني انتم مجساتكم ممكن توصل المناطق، ممكن. هسه انا قاعد احثك الان، وانا وصلتني معلومه عن موضوع في سجن في البصره. انا غدا ان شاء الله السادسه صباحا متجه مع الساده المفوضين لهذا السجن لنتاكد فعلا هذا تعرض لانتهاك لو لا، وما حد يمنعنا. وهسه انا قاعده وياكم متفق انه الصبح تنفين وجود تعذيب لمعتقلين يعني وانتزاع القوه، ما رصدت اي حاله مثل هذه الحالات من خلال زياراتنا، من خلال تقارير فرقنا، سواء فرق لم ترصد. لكن اكتظاظ ممكن، اكتظاظ نعم ثبتنا حاله اكتظاظ. خليني اسالك عن الاكتظاظ اولا قبل لا اروح للملف اللي بعده. الطاقه الاستيعابيه للسجون العراقيه ايش قد بالميه اقل من 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 حجم السجناء؟ يعني نقدر نقول ضعف؟ اي نعم ضعف. اي ضعف، لان انا زرت اخر سجن الخناق اللي ذكرت لك الاسبوع الماضي او يعني الغرفه اللي تستوعب اثنين تاخذ اربعه، كان هم ممكن انه يستوعب 250، هم 450 او اكثر. جميل. اكو ملف اخر مهم جدا، تعرفين الهجره الجماعيه اللي صارت في بال 2014 2015، اكو شباب عراقيين انسجنوا بتركيا وبدول اوروبيه اخرى، سجنوا بسبب تجاوز الحدود بطريقه شرعيه. تابعتم ملف هؤلاء العراقيين؟ أكيد. شنو اخبارهم؟ وصلتنا حتى شكاوى من يعني من اهاليهم ومذويهم. وعاده ما هذه الدعاوى تخاطب وزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه طبعا جدا مهتمه بهذا الملف، ولدينا مخاطبات كثيره بالاسماء وبالاشخاص. طبعا احنا لانه نتعامل بالسريه باسماء الشكاوى اللي تقدم لنا، هذا اهم. عندكم عدد يعني رصد معين لعددهم؟ ايش قد اعدادهم؟ المتابعه متابعه وزاره الخارجيه؟ نعم موجوده، هذا في قسم الشكاوى موجود.
موجود عندنا في قسم الشكاوى. يعني أنا عن نفسي أكو تنسيق لوزارة الخارجية لمتابعة ملفات. نعم أكيد، أنا من كنت مثلاً مخول بإدارة المفوضية، كان يعني كثير ما أرى هكذا شكاوى تقدم لي من قسم الشكاوى بالمفوضية، إنه الأم مثلاً مقدمة هذه الشكوى أو الأخ أو الأب، يعني من عائلته اللي موجودة في العراق، وبالتالي أحياناً مفقودين، يعني هو من خرج وانفقد. فنخاطب مثلا وزاره الخارجيه حتى تخاطب الجهه، يعني احنا ما نخاطب طبعا اللي نحكمه واللي نسجنه، وما عندنا سلطه انه نطلعهم او نسوي جهد بهذا يعني الاطار. هو اكو قضاء واكو قانون دولي، وانت حضرتك هو تعرف القانون ملزم. جيد، انا عندي فقره بالبرنامج هي الاخيره اسمها صوره وتعليق، راح اعرض على حضرتك صور، هي بالحقيقه صورتين. واطلب من جنابك تعليق عليهم. الصوره الاولى دكتور سليم الجبوري، هل تعتقدين أنه كان داعماً لجهودكم في المفوضية؟ تعتقدون أنه هو ساهم بتمرير بعض التشريعات اللي تساعدكم بعملكم؟ حقيقة أنا يعني يمكن هذا ذاكرته إلى شخصياً. أنا أشوفه رجل شجاع. من مرة القانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يعني التصويت وليس القانون، التصويت علينا كشخص، كان السيد سليم الجبوري، لأن كانت هناك تجاذبات وكان رفض للتصويت، كانت أكو يعني الظاهر عندهم تصويت على قوانين أهم وهكذا أمور، لكن الرجل حس أن المفوضية في حاجة إلى أن يكون فيها في هذا الوقت مفوضين لي يعني يقيدون العمل. علاقتكم بعلاقة جيدة جدا. طيب المجلس النواب بشكل أو بآخر يتعاطى ويا ملف حقوق الإنسان بالطريقة اللي تريدوها أنتم، لو ممكن يشوف شيء ترفي أو ثانوي؟ لا لا أبدا، بالعكس مهتمين جدا بقضايا المفوضية وبالأمور والتقارير اللي نطرحها، وإحنا علاقتنا بالدرجة الأولى بلجنة حقوق الإنسان النيابية، ولدينا تواصل يعني مباشر إذا ما يكون يومي معهم. جيد، خلينا نشوف الصورة اللي بعدها. سيد حيدر الزامي الوزير العدل، أريد أسأل شنو علاقتكم بوزارة العدل؟ وخلينا نخلي بنظر الاعتبار أن وزارة العدل تابعة للسلطة التنفيذية وأنتم هيئات مستقلة، يعني تقريبا الرقابية تقريبا، ها شنو علاقتكم بالضبط الآن ويا وزارة العدل؟ علاقة اللي يربطنا بوزارة العدل طبعا، حتى أكون صريحة وياكم، زيارة السجون. إحنا ما لنا علاقة بالجهات التنفيذية، مثل ما ذكرت حضرتك إحنا جهة رقابية، فإحنا السجون اللي خاضعة لوزارة العدل عادة ما احنا يكون عندنا فرق سواء من المفوضين او من فرق الرصد الخاصة بنا، نرصد اي انتهاك اذا حدث انتهاك، او احيانا الزيارات احنا ننفذها مباشرة. يعني فاكثر تقييمكم لاداء عمل بالوزارة نكتب لهم تقارير بعد كل زيارة. إيه تكتبون تقارير؟ نعم لكل أكو زيارة. أكو فجوات معينة يعني لا لا رصدتوها؟ طبعا رصدنا حالات، مثلا ذكرت لك الاكتظاظ، هذه يعني المعاملة، حتى نوع الفراش للسجين أو المعتقل، كل هذا. أكو تقصير بهذا الجانب؟ أحيانا يكون أكو تقصير، أكو غير مباشر أو غير مباشر، إحنا كلنا نوثقه في تقارير في كل زيارة. فريق الرصد وقسم الرصد لدينا قسم جدا فعال جدا فعال ونشط، وزيارات دائما ميدانية للسجون اللي خاصة. أخيرا هل مفوضية حقوق الإنسان مفوضية بلا وظيفة؟ بوظيفة و 100%، يعني سأنا اللي ذكرت لحضرتك أنت بعد، أنا انتظر الجواب من عندك. يعني أنا ما أنطي إجابات ولا آراء في ختام هذا اللقاء. لا صادر جهودنا، شكرا لك. لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيدة فاتن الحلفي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لجنابك. وأنتم سادة المشاهدين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ألتقيكم في حوارات مقبلة بإذن الله تعالى.